السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم، أحييكم جميعا. قصة الرجل الشايب من محافظة إب مديرية السياني الذي تناول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن قصته بأن هناك تواصل مع أحدى الفتيات المصريات في مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، تراسل معها وكان قد توعد وياها أنه يتزوجها ويسافر إلى مصر القاهرة، حيث قام بالسفر إلى القاهرة وعنده على المشكلة كيف يقع فيه ولا لا تقع طيع صورة في بقى من البيت اللي أنت جاي له. والله العظيم ما أفرق ما نتصلى. والله العظيم أنا مسامح وما سرقوا وما ترى سواه كان المصري. أما قال لي أرجع لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي الجوال عنده وعدوه طمس عليه الملفات خلوه بلاطة بلاطة. الله يظلمه ما ظلمك، الله يظلمه ما ظلمك. وهذا الشايب خسر والدين حق الناس وسافر إلى مصر. الشايب هذا من محافظة إب مديرية السياني، سافر إلى مصر وخسر والآن فوق الديون وهناك يعني عجز عن السفر.